السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه اخرى من وصفات قناه مطبخي من هولندا عواش ام بالصحه ولهنا واحد البال وكل ما تمنيتوه ان شاء الله ربي يبلغنا ليله القدر ان شاء الله ويتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب العالمين ضمن سلسله حلويات العيد اليوم ان شاء الله غادي نفتتحوها البلدي باللوز والزبيب بالطريقه البلديه التقليديه ان شاء الله تجربوها تنجح معاكم وتنال اعجابكم بسم الله على بركه الله غادي نبداو تحضير الوصفه نتاعنا كنحتاجوا البيض على درجه حراره الغرفه عندي بعض البيضات ثلاثه البيضات غادي كاملين اما البيضه أربعة غادي نستعملوا البياض نتاع البيض فقط والصفاء غادي نحتفظوا به غادي نخليوه به غادي ندهنوا الفقاس نتاعنا ان شاء الله قبل ما كندخلوه الفرن يطيب انا استعملت مولينكس وهذا ماشي شرط في هذه الوصفه هذه ولا في اي وصفه انا استعملته فقط باش السكر السكر وديك الزيت غادي ينسجموا مع بعضياتهم وكيساعدني باش هذاك السكر يعني كيذوب الخليط اللي غادي نحتاجه باش غادي ندهنوا داك الصفاء نتاع البيض ضفت له واحد المعلقه صغيره من زعف من عفوا من ماء الزهر وواحد الزغيبات اولا واحد الشعيرات من زعفران الشعراء صافي كنخلطهم مزيان مع بعضياتهم وكنحطهم جانبا باش كنخلي هذيك داك الزعفران كنخليه كي 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 كيطلق لي اللذه نتاعو في هذاك البيض وفي هذاك المزهر بالنسبه للبيض عندي ثلاثه البيضات كاملين وبياض بيضه ضفت لهم 150 ميل... 150 غرام من السكر حبيبات و150 ملل من الزيت نباتي واحد المعلقه كبيره مخلطه ما بين حبه حلاوه والنافع اللي عندي مطحونين حتى هما وواحد الشيشه ديال الملح اللي ما غاديش نتخلاو عليها باش ما يجيناش عوضه يعني كيجي كيجي النقص نتاع الملح باين في الحلوه لا ما درناهاش صافي كنطحنهم مزيان بهذيك المولينكس حتى حتى كنحاول باش ان هداك السكر ديك الحبيبات نتاع السكر كيدوبوا هي هذه الغايه علاش استعملت انا يا مولينكس باش كنزائب بهم الخدمه توجدت لنا على بركه الله ما توجدتناش غادي نطابو داك السكر مع الزيت والبيض مزيان غير بالضاءه أو اولا بيدينا حتى كنحسو بان ديك الحبيبات نتاع نتاع السكر دابو غادي نسم بالقفه واحد نص معلقه ديال القفه اما بالنسبه للمنسمات كيبقاو كيبقاو يعني على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار انا دي افقس بلدي غادي نسمو حتى هو بالتنسيمه البلديه عندي واحد نص معلقه من القفه وواحد ثلاثه المعالق من ثلاثه د المعالق عفوا من من الجلجلان مشى لي الجلجلان مشات من الجلجلان اللي كان عندي محمبه ومطحون وثلاثه ديال المعالق من ماء الزهر صافي كنخلطهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم فهاد المرحله هادي انا ضفت المسكه الحره اللي عندي مدقوقه دقيتها واحد ربعه حتى لخمسه ديال ديال الكويرات نتاع المسكه الحره دقيتهم مع السكر وبدات الباك بودر او اولا الحلويات واحد الكيس من وزن 14 غرام المقطع ما ليش مع الاسف بالنسبه للطحين احتاجيت يعني غادي تحتاجوا من نص كيلو الفوق يعني من 500 غرام الفوق انا احتاجيت في هذه هاد الوصفه هذه واحد واحد 540 غرام من الطحين هكاك لان هذا الغراف هذا يعني هو عام في المقياس نتاع الطحين اللي فيه فيه 560 بقات لي منه شي شويه بقى لي تقريبا واحد المعلقه كبيره بالنسبه للزبيب ضروري ما كنوصلوه يعني عندي هنايا واحد قياس واحد نص كاس نتاع الزبيب لو كان نديو العباء بعد الكاس اللي دات به السكر ودات به الزيت غادي نديرو نص كاس نتاع الزبيب منهم الزبيب ضاو اما كنغسلوه كنحيدو نقيوه الا كان فيه شي عويدات او لا شي حاجه كنغسلوه وكنضيفوه من بعد حتى هو لهذا الخليط هذا الطحين كنضيفوه بالتدريج عندي كيف ما كتشوفوا ما يزيد أعلى كان بدأ كان ما كان خلط على نص كيلو نتاع الطحين كنبدا كنضيفو بالتدريج ما كنخويش الطحين مره واحده وكنخلط غير بالرؤوس نتاع الاصابع ما كندلكوش العجينه نتاع الفقاس نهائيا كنحاولو كنخلطوا وكان وكنخلطو يعني كل ما كان, كان او كنضيفو الدقيق بالتدريج حتى كنحصلو على واحد العجينه اللي تكون متماسكه ولكن تكون طئيه وتكون خفيفه ما تكونش عندنا العجينه تاع الفقاس ما خصهاش تكون قاصحه وتكون يابسه باش كيجينا كي عاود الفقاس نتاعنا كيجينا زوين ضفت واحد قياس معلقه صغيره اولا واحد العشره كاع من الزبده على درجه حراره الغرفه صافي وكنحاول باش ما كندلكش غير كنحاول باش ان هذيك الزبده اللي ضفتها في الاخير كنحاول باش ان نعاونها باش يمتصها العجين وباش تنسجم لي في هذيك العجينه هذيك باش تدخل في هذيك العجينه كامله صافي وهذه العجينه نتاع الفقاس نتاعي واجده بالنسبه للعجينه نتاع الفقاس كيف قلت لكم خاصها تجي خفيفه ما خاصهاش تجي ثقيله ما خاصهاش تجي قاسحه غادي نحاول باش نقسمه كان عندكم ميزان الا ما عندكمش القياس في يديكم يتحاولوا تحاولوا تخرجوا تستعملوا يعني واحد الميزان الميزان باش خرجوا عاود الكرات نتاع الفقاس يكونوا مقادين باش حتى القطع نتاع الفقاس بعد ما كنقطعوهم يجيونا مقادين يعني في في الحجم نتاعهم او لا في القياس نتاعهم انا هاد الخليط هذا او هذه العجينه هذه خرجت لي ربع نتاع الكرات وهاد الكرات هما هذو اللي غادي نصاوب بهم هذوك حقابل او لا هذوك لي بودا نتاع الفقاس نتاعي ان شاء الله صافي دابا غادي نبدا كنشكل في في الحقاب نتاعي او في هذوك لي بودان تاع الفقاس آه كل كوا غادي نسحها بهذا الشكل هذا باش غادي ندير فيها اللوز اللوز انا استعملت هنايا جوج نتاع جوج نتاع السطوره او لا جوج نتاع الخطوط من اللوز كنستفهم باش كان باش كنضمن باش القطع نتاع اللوز يخرجوا لي في الفقاسات كاملين يعني في كل القطع نتاع الفقاس يخرج لي فيهم واحد بعدا على الاقل وحده او لا جوج بغيتو ديروا حتى لثلاثه نتاع الصفوفه كتبقى مساله اختيائيه يعني داكشي على حسبكم وعلى حسابكم حسب الذوق نتاعكم وعلى حسب عوض العود نتاع القطع نتاع الفقاس او نتاع هاد لي بودان نتاع الفقاس اللي نتوما مستعملينهم صافي كنحبلوهم اولا كنقدوهم حتى كنوصلوا حتى كنحصلوا على واحد الشكل اللي هو هذا كنخرجنا شي حبيبات نتاع الزبيب اللي كيكونوا باينين باش ما يتحرقناش الزبيب ضروري ما كندخلوهم او كنصفق منهم العجينه صافي كندير العمليه حتى كنكمل القطع نتاع العجينه اللي عندي كلها هذاك الخليط اللي كان عندي فيه الصفاء نتاع البيض مع معلقه صغيره من ماء الزهر هو واحد الشعيرات او واحد الزغيبات من زعفران الشعره هو هذاك اللي غادي ندهنوا به القطع نتاعنا او انتعنا كان دهنهم كان دهنهم هاد لي بودا نتاعنا كندهنهم كاملين كندهنهم مزيان هو هذا هذه كتبقى مساله اختيائيه باش بغيتو تخلطوا الخليط نتاع البيض نتاعكم او الصفاء نتاع البيض تقدروا ديروا النسكافي قهوه سائعه الذوبان تقدروا ديروا شي شويه نتاع الكاكاو يعني كتبقى مساله اختيائيه على حسب اللون اللي بغيتو يخرج لكم فوق من الفقاس انا ما كيعجبنيش الفقاس بداك اللون تاعو غامق داك الشيء علاش لانه باقي غادي يتحمقوا وباش غادي هاد هذا الخليط كيعطينا اللون مذهب واصلا يعني حتى هاد التخليطه او لا هاد هاد التخليطه نتاع البيض كتزيد كت وكتزيد كتتواتى مع هادوك التو... مع هذيك التتبيله اللي عندنا في الفقاس صافي كنشاطهم اولا كنخططهم يعني هذه غير مساله التزيين كتبقى اختيائيه بغيتو ديروها بهالطريقه بغيتو ديروهم غير الله هكاك خطوط اطوال داكشي كيف ما بغيتو نتوما كيبقى على حسابكم على حسب الذوق وحسب الرغبه والاختيار صافي وغادي ندخلهم لوحد الفران اللي يكون بعد انا هنا مش علاش الفران مسألة لطي... مسألة الطياب نتاع الفقاس مهمة وضاؤوية. كنتكم اولا كنتقبهم من الاسفل بواحد الكيودون او لا بواحد الفنيتا او لا بواحد اللي باش ما وما الفقاس نتاعنا في الفران هذه نقطة مهمة. وضاؤوية ما كيطيب في واحد الفاءن. يعني كندخلوه كنحطوه في الفران عادي الله كان شعله عليه البوطة. او عادي الله كان شعله عليه فيه عفوا انا نستعم انا طيبته فاء كهربائي يعني سخون من الفوق ومن التحت على 150 درجه تقريبا واحد خمسة 45 دقيقه ما يقارب يعني ساعه خمسة 45 دقيقه وهو كيطيب بعد ما جبته من الفاء غطيته بالمنديل منديل يكون مبلل وفوق منه درت من منديل يكون ناشف باش كنحافظ له على هذيك الرطوبه نتاعو صافي كنخليوه كيبرد تماما سواء الا دناه اليوم في العشيه غنخليوه حتى الغدا في الصباح عاد كنقطعوه بداناه في الصباح بكي نقدروا نقطعوه بالليل يعني المهم انه كيبعد ساعات حتى كيبعد تماما باش ما الفقاص الفقاس نتاعنا في التقطاع نتاعو التقطاع كنقطعوه انا كنستعمل هذا هذا الكيتو هذا مخليه هذا غير الفقاس هذا كنجبدو غير في النهار اللي غنديرو فيه الفقاس آه أوم لا ما كتبجدناش غادي نديرو واحد الموس اللي يكون ماضي بزاف يعني واحد السكين يكون حاد اكثر من القياس يعني حاد بزاف كاع صافي وغادي نقطع القطع نتاع الفقاس هذوك لي بودان نتاع الفقاس اللي عندي كاملين بهذه الطريقه هذه آه، انا قطعته بطريقه مايله بما اننا دائن فقاس بلدي فحتى التقطيعه غادي نديرو له التقطيعه البلديه التقليديه نتاع الفقاس ان شاء الله ان شاء الله تجاوبوه وينال اعجابكم صافي وغادي ندخلو غادي نستفو في واحد الصينيه لا في واحد الصواني هاد الكميه هذه خرجت لي جوج صواني وربع الصينيه يعني الصينيه الثالثه فيها واحد ربع هكاك أه صافي وغادي نستفوهم في واحد الصينيه و كندخلهم كيتحمقوا حتى في التحميره ما كتكونش مجهده عليهم باش ما يعني وصفتنا لهاد اليوم وصلت من نهايتها اذا عجبتكم الوصفه ديو لايك ديو ابوني لا باقي ما داتوهاش وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كان عندكم اي سؤال او اي استفسار حول الوصفه او اي فكره ما قدرتش باش نوصلها لكم ما تاضوش تكتبوها لي في كومونتي وانا نعاود نشرح الفكره من جديد شكرا لكم والسلام عليكم